بعد حكم اليوم فإن أهالي الضحايا والمغدورين عموما باتوا على أمل بأن يتم الكشف عن قتلة أبنائهم. هل يعول على الحكومة الحالية للكشف عن القتلة وأن تتم محاسبتهم ومحاكمتهم أيضا؟ حقيقة الحكومة الحالية هي فرصة تاريخية. أولا تمتلك الغطاء البرلماني، وهذه أول حكومة تمتلك هذا الغطاء من كتل سياسية تجاوز 150 نائبا. تمتلك حقيقة كتلة مالية داخل البنك المركزي، تمتلك شرعية عربية ودولية وأقليمية. هذه كلها المقومات النجاح، علما أن السيد السوداني أنا قلت وأقول ليس عليه ملاحظات سلبية لا على السلوك الأخلاقي ولا على السلوك الإداري ولا المالي، رغم أنه تبوأ مناصب متعددة متنوعة على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي، لكن لم نسمع في يوم ما بأن السوداني قد اتهم أو تم اتهامه من أحدا بأنه قد فسد أو قد استبد أو قد تجاوز على المال العام. بما أن السيد السوداني الآن يمتلك هذه الرغبة والتاريخ الأبيض له، ينبغي عليه أن يمتلك الجرأة، لأن الجرأة تعتبر الرئة الثالثة للمسؤول. ثلاث ممرات للمسؤول الناجح أو للقائد الناجح: أولا ممر الدراية، وثانيا ممر الجرأة، وثالثا ممر النزاهة. نزاهة بدون جرأة هذا لا ينفي نفعا للناس وللمجتمع وللدولة. جرأة بدون نزاهة كذلك. إذن هذه الممرات الثلاث ينبغي على السيد السوداني أن ينطلق منها، خصوصا اليوم المجتمع العراقي يتمنى أن 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 يرى أو يجد قائدا أو رئيسا يقدم الإنجازات والمشاريع للمجتمع العراقي.